تنوعت وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت بشكل ملحوظ بين أوساط المجتمعات، ولسرعة انتشار المعلومات التي تحتويها أصبحت محط أنظار الجميع من يريد استغلالها لتحقيق أهدافه أو الترويج لأفكاره أو نشر أخباره والتسويق لتجارته. نركز في نظرة هذا المساء التي هي بعنوان فرص العمل في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، عن كيفية استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لخلق فرص عمل، ويحدثنا فيها الأستاذ قاسم الخزاعي. الأستاذ قاسم الخزاعي خريج هندسة هواتف نقالة وشبكات من الجامعة الأهلية سنة 2007، عمل في القطاع التعليمي والاتصالات وتقنية المعلومات، حاصل على عدد من الشهادات الاحترافية في مجال الإدارة وتقنية المعلومات، ومن أبرزها شهادة الهكر أو المخترق الأخلاقي، ولديه الآن شركة في مجال الاستشارات الإدارية والتقنية والإنتاج الإعلامي. رحمك الله. مساء الخير جميعا. أول شيء بغيت أشكر الحاضرين جميعا على حضورهم الندوة هذه. هذه أول ندوة أقدمها هني في الجمعية في المنبر التقدمي، ويعني وإن شاء الله ما تكون آخر ندوة بعد نقدمها عندكم هني. تتواصل الندوات إن شاء الله في الفترات الجاية. أنا الليلة حبيت أعرض الندوة هذه عن فرص العمل في عصر التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالفرص والتحديات. مثل ما احنا شايفين يعني إن وسائل التواصل الاجتماعي صايرة أنه يعني ما في أحد حالياً ما عنده موبايل، وتقريباً أتوقع اللي عندهم موبايلات يعني 80-90% من الموبايلات موبايلات حديثة، يعني ممكن يكون آيفون، ممكن يكون سامسونج، ممكن يكون يعني شيء في شاشة عودة يعني. وأتوقع معظم اللي عندهم هالموبايلات هذه عندهم بعد واتساب، واللي عنده واتساب بعد ممكن يكون عنده فيسبوك، إنستغرام، أيًا كل الشبكات، سناب شات مثلًا، كل الشبكات الاجتماعية هذه أصبحت الآن في متناول الجميع وبشكل كبير جدًا. فيعني حبيت إن الليلة أتكلم عن هذا الموضوع بشكل كبير على أساس إن أشوف إن بالنسبة حق الأشخاص اللي حابين يبحثون عن مسألة فرص عمل، اللي حاب يفتح له بزنس، الأمور هذه كلها شلون ممكن شبكات التواصل الاجتماعي تساعده، وشلون ممكن هو يستغلها الاستغلال الأمثل والصحيح. ما عدد حسابات التواصل الاجتماعي التي تمتلكها، يعني أتوقع أن معظم الحاضرين عنده أكثر من شبكة اجتماعية، حساب في شبكة اجتماعية، يعني ممكن يكون عنده في الفيسبوك، ممكن يكون عنده في اللينكدين، ممكن يكون عنده في التويتر، ممكن يكون عنده في السناب شات، ممكن يكون عنده في الانستغرام. كل هذول يعني أصبح الشخص بشكل عام إذا ما عنده شبكة اجتماعية من هذا النوع عنده في موبايله أو في الكمبيوتر أو هذه، يعتبر وكانه نوع من العيب الاجتماعي. اوه ما عندك واتساب، شلون كذي ما عندك واتساب، ما نقدر نضيفك للجروب، والله اوه ما عندك انت فيسبوك، والله ما شفت انت اخر بوست حطوه للجروب الفلاني او حطوه الصفحه الفلانيه، والله اوه ما دريت عن الخبر اخر خبر نزل. فهذا الشيء الواحد يعني حتى لو ما كان له اهتمام في التكنولوجيا ولا الموبايلات ولا وسائل التواصل الاجتماعي، يعني بيستحي وياخذ له تليفون، يعني بيدفع عليه 10-15-20 دينار حق بتلكو ولا زين ولا فيفا وخلاص، وبيعلم وبيسال يعني خلينا نقول اللي حواليه، والله شلون افتح لي واتساب، شلون افتح لي انستغرام، شلون افتح لي فيسبوك، وبيمشي الموضوع بشكل عام. وأتوقع معظم الحاضرين لما شافوا هاي الدويرة تفتر يعني قالوا إنه والله في فيديو بيشتغل، يعني مثل ما سوى الأستاذ الكريم وصك الليت بالطريقة هذه. يعني لا هو اللي سوى يعني بالفعل، يعني أنا لو كنت مكانك أستاذ أنا بسوي نفس الشيء. بس هذه دلالة على لأي درجة إن التكنولوجيا، شبكات التكنولوجية أثرت فينا بشكل كبير جدا. هاي على فكرة بس مجرد أنيميشن، يعني مجرد إن دويرة تتحرك، ما في فيديو ولا في شيء هني في الموضوع هذه. بس الانطباع الأول لجا معظم الحاضرين منينا والله في فيديو بيشتغل، إنه في عنده شيء بطالعة، والله أوه خلنا منين ننتبه حق الفيديو هذا اللي هي الندوة هذه، في حين إن هي مجرد انه انيميشن. زين لو شخص مثلا قبل 4 سنوات مني على سبيل المثال شاف الدويره هذه تفتر قال والله وش الدويره تفتر، يعني وش حاطين لنا هنا في البرزنتيشن. بس انا معظم الاشخاص مني متعودين على وسائل التواصل الاجتماعي، على اليوتيوب، على جوجل، هالفضاء التكنولوجي الانترنت العظيم هذا، قال اوه اكيد انه في فيديو الحين بيشتغل وفي فيديو بيطلع لنا مباشره. أجل مقدمة سريعة جدا، يعني معظم الحكي أنا قلته أوريدي، بس مجرد يعني مقدمة أدبية هني في الموضوع. خلاني
ظهرت وسائل التواصل الاجتماعية في العقد السابق لتكون أحد الأسباب التي دفعت العديدين لاستخدام شبكة الإنترنت للولوج لمواقع التواصل الاجتماعية. ومع تطور التكنولوجيا وظهور الهواتف الذكية أصبح امتلاك حساب في وسائل التواصل الاجتماعية ضرورة اجتماعية، والسؤال عن الحساب في شبكات التواصل الاجتماعية ظاهرة عامة للتواصل وتبادل الرسائل والصور والفيديوهات. أدى هذا إلى إمكانية التخاطب بين الأفراد وتبادل الناس الوسائط المتعددة المالتي ميديا في رمشة عين وبتكاليف قليلة، مما سهل التواصل وبوسائل في متناول الجميع. يعني ممكن أنت يكون عندك هاتف ذكي مثلا على سبيل المثال، ممكن يكون في فيسبوك، ممكن يكون في إنستغرام، ممكن يكون في تويتر، ممكن يكون في واتساب، ممكن هو حتى بعشر دينار. طبعا مو بنفس الكشخة التليفون اللي تدفع عليه بالشهر 20 دينار أو كشخة التليفون تدفع عليه 30 دينار الشهر لأحد شركات الاتصالات، بس إنه ممكن يعني توصل إليه. طبعا ممكن واحد يشتري سيارة سواء كانت يعني تويوتا إيكو ولا ممكن يأخذ لكسس ومرسيدس وبي إم دبليو، يعني هو في النهاية سيارة بتوصل إلى المكان اللي هو يبغى يوصل إليه. وأيضا نشأ عن هذا ظواهر اجتماعية أبرزها قلة التواصل المباشر بين الأفراد والاعتماد على التكنولوجيا عن بعد، مما جعل الكثيرين أقل اجتماعية مع وسائل التواصل التي يفترض بها أن تكون اجتماعية. يعني كم مرة الحين نروح مجالس والأشخاص اللي قاعدين بس اللهم بس يدش ويسلم ويباوس كذيها ويقعد كذي بس قاعد على الكرسي، إذا ما في يعني عنده سالفة معينة شيء في باله إنه يتحكى مع شخص معين في الموضوع هذا، كل واحد بس يقعد طالع في الموبايل وتشيك الواتساب والفيديوهات والمسجات أو الفيسبوك أو التويتر أو وسائل التواصل الاجتماعية هذه. فيعني للأسف خلينا نقول أحد الأشياء اللي أدت إليها وسائل التواصل الاجتماعي، الناس أصبحت أقل اجتماعية، صارت إن هي تهتم يعني مو بالشخص اللي قاعد صوبها أو الشخص الموجود في المجلس، صارت تهتم بالشخص اللي يبعد عنها كيلومترات عشرات وربما مئات وآلاف الكيلومترات في خبر هذاك الشخص نشره في الواتساب ولا في الفيسبوك أو التويتر أو غيرها. ولكن أيضا لا يمكن أن نغفل عن تأثيرات الاقتصادية التي خلفتها وسائل التواصل الاجتماعي. يعني على سبيل المثال برنامج واحد من برامج التواصل الاجتماعي السناب شات، على سبيل المثال السناب شات تقدر قيمته ب 19 مش مليون دولار أمريكي، وإنه 19 بليون دولار أمريكي. يعني هاي تعتبر أنه هي ميزانية أحد الدول الأفريقية بس هالبرنامج هذا البسيط هذا. يعني لو أحد جو الوليد بن طلال قال والله بشتري السناب شات، يعني ما بيعطونا سعر أقل من 19 بليون دولار أمريكي. هذا طبعا بالنسبة حق السناب شات. الواتساب نفسه تقدر قيمته بمئة بليون دولار أمريكي، يعني هذه تقدر تقريبا بخمس مرات ضعف قيمة برنامج السناب شات هذا. والفيسبوك هو طبعا نمبر ون حاليا، صاير قيمته تقدر بمئتين وخمسة وأربعين بليون دولار. أنا متأكد أن يعني ميزانية دول الخليج العربي نفسها ما تصل السنوية ما تصل إلى هذا الرقم بالنسبة حق قيمة ربع تريليون. أيوة بالضبط. كل هذا أدى لخلق قطاع اقتصادي جديد يمكن للقطاع الخاص استغلاله لتحقيق العائد والربحية في أي بلد من بلدان العالم، سواء في نيويورك أو كالكتا، بيونس آيرس أو حتى موسكو. ففي دول الخليج مثالا يستخدم الأفراد وسيلة التواصل الاجتماعي الإنستغرام على سبيل المثال لبيع المنتجات ككعك الكوب مثلا الكب كيكس على سبيل المثال، اللي ممكن واحد يشتريها ب 500 فلس الى دينار او حتى ممكن يكون يعني ما بيتجاوز الدينارين هني اتوقع، يعني بالنسبه حق كب كيك ما يسوى يعني. وصولا لتاجير المعدات الثقيله والقوارب، يعني تحكي هني عن الاف الدنانير وبالعشرات الالاف من الدنانير. فكيف يمكن استغلال وسائل التواصل الاجتماعيه للحصول على فرص العمل وعرض المنتجات وعقد الصفقات بالنسبه حق الأفراد، يعني حتى ممكن بالنسبة حق المتواجدين الليلة هني في الندوة هذه. يعني ممكن يكون من شاب إنه حاب يعني إنه مثلاً يبحث عن فرصة عمل وما حصل له على فرصة عمل على سبيل المثال، أو خلنا نقول شخص آخر مثلاً أوردي عنده شغلة بس حاب إنه يضيف إلى مدخوله بعد مدخول زيادة، شاف إن المعاش اللي حصله يعني مو كافينا بالدرجة المطلوبة، فهو يحب إنه يستغل وسائل التواصل الاجتماعي على أساس إنه يدخل عليه مدخول إضافي. أو حتى ممكن شخص مثلاً على سبيل المثال متقاعد أوردي ويحصل معاش التقاعدي بس حاب إنه هو أيضا يعني يسوي بدل ما يقعد من النوم ويطلع يروح القهوة غيره كذا، يعني حاب إنه يسوي شيء زيادة، شيء يعني نوع من المشروع اللي ممكن هم يدخل عليه مدخول زيادة وهم إنه يعني يقضي وقت فيه على سبيل المثال. زين ممكن مني نبدأ أول شيء بالشق الأول فيما يتعلق بالشخص اللي يبحث عن العمل والشخص اللي يبحث عن فرصة عمل أفضل من فرصة العمل اللي هو حاليا قاعد يبحث عنها.
أو شخص مثلا خلينا نقول لا ممكن هو يكون عنده شركة، أو ممكن أنه هو حاب يبحث عن ربحية زيادة في الموضوع بدل خلينا نقول ما يعني الربحية له حاليا يحصلها. نبدأ أول شيء بأول شبكة تواصل اجتماعية تتعلق بقطاع الأعمال بالدرجة الأولى اللي اسمها LinkedIn. LinkedIn هو موقع تواصل اجتماعي ظهر في سنة 2003 ليصبح أشهر شبكة تواصل اجتماعي متخصصة في الوظائف والأعمال. سجل في LinkedIn أكثر من 400 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم. ولما أقول 400 مليون مستخدم مو إنه والله فتح واحد فتح لي حساب وهداه والله مثلا حساب مثلا وهمي أو شيء من قبل هذه، لا 400 مليون حساب مفعل، حساب يتم استعماله بشكل منتظم في شبكة التواصل الاجتماعية هذه. LinkedIn تقدر قيمته ب 13 بليون دولار أمريكي. هو صح أنه أقل من سناب شات بس حاليا أنه قاعد يأخذ له أهمية كبيرة في الفترة الأخيرة. يوجد على LinkedIn حاليا في هاللحظة هذه ما لا يقل عن 3 ملايين فرصة عمل متاحة، أو 3 ملايين فرصة عمل متاحة في نفس الوقت على الأقل. يعني ممكن يكون في فترة ممكن يكون في 4 مليون، ممكن يكون في 5 مليون، ممكن يكون في 3 مليون ونص، ممكن يكون في 3 مليون، بس ما لا يقل خلال السنوات اللي طافت عن 3 مليون فرصة عمل متاحة في جميع أنحاء العالم وفي جميع التخصصات وفي جميع المجالات. يمكن من خلال هذا الموقع استعراض حسابات الأفراد وصفحات الشركات والاطلاع على آخر الأخبار التي يقوم أعضاء الموقع بنشرها على حساباتهم. يعني ممكن نقول أن LinkedIn تقريبا صاير نفس الفيسبوك، تقريبا صاير مشابه نوعا ما فيما يتعلق بالتويتر، مشابه إلى شبكات التواصل الاجتماعي بس متخصص إنه صاير في مجالات الأعمال. فمعظم المشاركات في الموقع هذا اللي يقوم بها الأعضاء تكون من ناحية الأعمال ومن ناحية يعني البروفيشناليزم، من ناحية خلينا نقول اللي تتعلق بالاختصاصات المتعين المعينة هذه. سهولة البحث عن أفراد ذو مهارات وخبرات معينة أعطى الموقع أهمية كبيرة لدى أصحاب الأعمال والموظفين. يعني ممكن نقول مثلا صاحب عمل يبحث عن موظفين عندهم اختصاصات معينة، أو بالعكس موظف يبحث عن فرصة عمل في مجال تخصصه. سهولة البحث عن الموظف وسهولة البحث عن صاحب العمل أعطى هذا الموقع أهمية كبيرة وجعل موقع اهتمام الناس حول العالم من أجل الحصول على فرص عمل ومن أجل الحصول على أشخاص ذو مهارات واختصاصات معينة. ولهذا تقوم الكثير من الشركات باعتبار الحساب المنشور على LinkedIn أكثر أهمية من السيرة الذاتية التقليدية والنظر لمساهمات صاحب الحساب وتفاعله مع باقي الحسابات. هو لا يتم النظر فقط في البورتفوليو أو السي في تبع الشخص اللي صاحب الأكاونت في LinkedIn، وإنما ينظر صاحب العمل أيضا إلى مساهمات ذاك الشخص. مثلا شخص على سبيل المثال في مجال تقنية المعلومات ويقوم بوضع يعني بوستات يشارك بمساهمات في مجال تقنية المعلومات بشكل خلينا نقول أكبر من الشخص مجرد عنده بس الأكاونت تبع الحساب تبعه وخلاص، وأنه صاير أنه جامد الحساب تبعه هني. بينظر لي أنه شخص مهتم في مجال تخصصه وفي العمل الذي يقوم به أكثر بكثير من الشخص اللي بس فاتح لي الحساب وهادنا ويتوقع أنه ممكن صاحب العمل يجي ويتواصل وياه من أجل إعطاءه فرصة عمل. من أجل الحصول على فرصة عمل في LinkedIn أو حتى غير LinkedIn، حتى في أي شركة يعني سواء في البحرين أو خارج البحرين، الشخص الموظف الشخص اللي عنده فرصة العمل اللي يقدمها أو يبحث عن موظفين عن طريق الموقع أو حتى عن طريق غير الموقع على سبيل المثال، تنقسم المهارات المطلوبة اللي يبحث عنها صاحب العمل في الموظف نفسه إلى نوعين رئيسيين، في المهارات الأساسية والمهارات التخصصية. المهارات الأساسية اللي يسمونها بالإنجليزي soft skills تتمثل في التواصل اللفظي وغير اللفظي، الاستماع، التفاوض، حل المشكلات، صناعة القرار والتواصل بثقة. يعني ممكن نقول إنه أوكي ممكن شخص مثلا أرسل السيرة الذاتية على شركة أو قام مثلا بتقديم فرصة عمل مثلا على LinkedIn في أنه مهتم بفرصة عمل موجودة على سبيل المثال. لما يقدم السيرة الذاتية تبعه أو الموظف الشخص اللي صاحب العمل هني نفسه قام بإلقاء نظرة على السيرة الذاتية CV أو البروفايل تبع الشخص في LinkedIn، هو بيشوف تخصص هذا الشخص، والله أنه أوكي
في متخرج عنده شهادة كمبيوتر، والله هو اشتغل لي كذا كم من سنة في مجال تقنية المعلومات، بس ممكن أيضا يفكر هل هذا الشخص يصلح إلى المؤسسة أو الشركة اللي أنا بوظفه فيه ولا لا. فهني يجي دور المقابلة. المقابلة يقوم فيها الشخص صاحب العمل بقياس المهارات الأساسية soft skills في مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي. طبعا اللفظي الكلام المنطوق، بس غير اللفظي البادي لانجويج، هل هذا الشخص مثلا يبين عليه انه ممكن يعني منفتح على الشخص على صاحب العمل اللي يسوي له المقابله او لا، والله الشخص يبين عليه انه شخص متوتر، لا والله اذا صار تحت ضغط شكله انه ما راح يؤدي العمل بشكل جيد، اذا في مقابله انه يبين عليه انه متوتر وما يقدر يتحكى، انه شلون ممكن في موقع العمل تحت ضغوطات العمل ممكن انه يؤدي العمل المطلوب منه. على سبيل المثال الاستماع، هل هذا الشخص اللي أنا قاعد أسوي له مقابلة يستمع لي أو ما قاعد يستمع لي؟ أنا بكرة لما أقول لي يؤدي لي شيء معين، هل راح يستمع لي وشوف يعني أنه بيؤدي الغرض المطلوب منه بالشكل اللي أنا قلت ليه ولا لا، أنه بيسوي اللي هو يعتقد أنه مفروض أنه يسوي؟ حل المشكلات، والله جات المشكلة في العمل، هل محتاج أن لا الشخص يقول ليه سو كذا عمل كذا إلى آخره، ولا ممكن هو نفس منه ومن نفسه ممكن أنه يقوم بحل المشكلة؟ وهي شيء مهم على أساس أنه ممكن أنه خلينا نقول المسؤول يكون متواجد في مكان العمل طول الوقت على أساس أنه يوجه الموظف يقول له والله أعمل كذا أو أفعل كذا إلى آخره إلى آخره. وهذا أيضا حل المشكلة يدخل في صناعة القرار والتواصل بثقة أيضا في حال وجود أي مشكلة أو في حال خلينا نقول تواصل مع العملاء أو غيرها. المهارات التخصصية مثل ما قلت من ساعة الهارد سكيلز هي أساسية للحصول على الوظيفة في المقام الأول من شهادة أكاديمية واحترافية وخبرة في مجال العمل. هذا فيما يتعلق باللينكدين، نبذة بسيطة عن اللينكدين تحدثت عنها والأشياء الأساسية اللي الشخص صاحب الحساب في اللينكدين اللي يبحث عن عمل يبحث عن فرصة عمل شو المهارات اللي هو لازم تكون عنده. فيما يتعلق بالإنستغرام، الإنستغرام يصير فيه إنه بالدرجة الأولى لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وممكن أيضا حتى لأصحاب المشاريع الكبيرة الشركات من أجل تسويق لمنتجاتها ولخدماتها والأشياء اللي تقدمها بشكل عام. الإنستغرام أنشئ موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام في 2010، ويعتبر اليوم من أشهر شبكات تبادل الصور الاجتماعية في العالم. يقدر عدد المستخدمين النشطين للإنستغرام في العالم أيضا بأكثر من 400 مليون مستخدم، عدد مساوي إلى عدد المستخدمين في اللينكدين، وتقدر قيمته ب 35 بليون دولار أمريكي. يعني شبكات التواصل الاجتماعي هذه احنا ما قاعد نتحكي عنها بالملايين، وانا ما اتحكي عنها بقيمتها بالبلايين، يعني اصبح الحين وكأنما المليون في عالم التكنولوجيا الحديثة وكأنه رقم صغير جدا، ممكن يكون انفستر يشتري يعني 1% او حتى اقل من 1% من اسهم شركة بعدد من الملايين من الدولارات اللي ممكن انه يصرفها على اساس يحصل الاسهم هذه. يركز الانستغرام على عرض الصور والفيديوهات القصيرة لأصحاب الحسابات المنشورة بوسوم أو بما نسميه نحن الهاشتاج، تتيح للمستخدم تصفح الوسم الذي يريد مطالعته. يعني على سبيل المثال ممكن شخص حاب أنه يطالع بوستات يعني أمور منشورة في شيء معين على سبيل المثال البحرين، فممكن أنه يروح إلى الوسم هاشتاج البحرين وتطلع عليه كل الصور وكل البوستات فيما يتعلق بالبحرين من صور ومن مقالات وحتى من فيديوهات قصيرة أيضا. فيقوم الكثير من الأفراد وأصحاب المحلات والشركات بعرض صور لبضاعتهم وخدماتهم على الإنستغرام نظرا لشعبيته الكبيرة بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعية، ويلجأ إليه الكثير من الشباب الذين يودون بدء أعمالهم أو البحث عن مدخول إضافي عن طريقة. أدى قيام الأفراد بفتح حسابات تجارية على الإنستغرام إلى منافسة أصحاب السجلات التجارية التي يقوم أصحابها بدفع إيجار المحل ورسوم البلدية وفواتير الكهرباء والماء إضافة إلى رواتب الموظفين وغيرها. فنتج عن هذا الحاجة الملحة لسن تشريعات وضوابط تضمن حق المستهلك في حال بروز أي خلاف بين البائع والمشتري. فقررت وزارة التجارة والصناعة مؤخراً إتاحة السجلات الافتراضية للبحرينيين فقط، والتي تمكن أصحاب حسابات التواصل الاجتماعي من فتح سجلات تجارية رسمياً لهم. فهذا القرار أتاح المجال لـ 12 سجل تجاري بالعمل حتى من المنزل، وأصبح تسجيل السجل الافتراضي بعنوان المنزل أو الموقع الإلكتروني أو حتى رقم
الهاتف. طبعا رقم الهاتف مني يجب أن يكون مسجل باسم صاحب السجل التجاري الافتراضي. المرة الأولى للمشروع ستكون خلينا نقول مني المرحلة الأولى للمشروع ستكون اختيارية، فيما ستكون المرحلة التي تليها إجبارية. أفضل وسائل البيع على الإنستغرام تتمثل في نشر الصور جميلة وعالية الجودة عن المنتج، التواصل مع المعلقين وأصحاب الحسابات الأخرى في صفحاتهم من تعليقات وإعجابات، تجنب استخدام وصلات في التعليقات، وعوضا عن هذا وضع وصلة في قسم السيرة لصفحة موقع تواصل اجتماعي آخر أو موقع إلكتروني، عدم نشر الصور كلها مرة واحدة بل تقسيمها على مدى اليوم وملاحظة أكثر وقت يتفاعل فيها الأعضاء مع المنشور. هذا، وآمل أن هذا العرض قد حاز على إعجابكم، وشكرا على حسن استماعكم. شكرا جزيلا. نشكر الأستاذ قاسم الخزاعي. نترك الباب للمداخلات. أي حال عندي سؤال استفسار؟ هو على فكرة أي، تفضل أستاذي. بالضبط، اي صحيح. سؤال يعني جدا جوهري وجدا مهم، وانا بعد يعني بشكل شخصي فكرت فيها فتره بعد يعني في الموضوع هذا، فيعني توصلت الى ان هذه الشركات بطريقه او باخرى تقوم بالاستفاده بما يقوم الاشخاص بوضعه في شبكات التواصل الاجتماعي هذه كلها. طبعا لو نقول يعني انه والله بس ان ذولا يعني جماعه خير وموفرين لنا كل الخدمات هذه ببلاش، وهم يعني انهم ما قاعدين يستفيدون من شيء، او ما في جهه اخرى تدفع لهم مقابل هالمعلومات هذه، احنا طبعا راح نكون غلطانين يعني اولا واخيرا. فممكن نقول مثلا على سبيل المثال، ممكن نقول انه والله سي اي اي ممكن يكون لها دخل على سبيل المثال من اجل تتبع حسابات معينه الى اشخاص معينين، ممكن يكون الاف بي اي، ممكن يكون وكاله الامن القومي الامريكي، ممكن يكون شبكات استخباراتيه حول العالم. بس بعد انا اعتقد ان الموضوع اكبر من كذي، اعتقد ان في نوع من المشروع من اجل يعني قيام شركات ب يعني خلينا نقول اطلاع على البوستات التي يضعها الناس في شبكات التواصل الاجتماعية من اجل القيام بتحسين جودة الذكاء الاصطناعي اللي يوما عن يوم قاعد يتطور بشكل كبير جدا. يعني مثل ما انت تخلي الذكاء الاصطناعي يشوف انه بالضبط الأوادم هالبشر هذه الملايين من الناس وش قاعدة تحط من بوستات، شلون يتفاعلون مع بعضهم البعض، شلون انهم يعني قاعدين يقومون ب يعني شلون انه يتم يعني خلق الافكار ما بين الناس ما بين هالملايين في مختلف القارات ومختلف البلدان. فالذكاء الاصطناعي بعد هني يعني، واللي جوجل بعد شغاله فيه بشكل كبير جدا، تستطيع انها تحاكي البشر فيما يتعلق بهذا الموضوع. فممكن بعدها بسنوات ان نشوف عندنا ذكاء اصطناعي وروبوتات يعني في خلال 20 سنة الجاية، يعني لربما تصل إلى درجة معينة من الذكاء الصناعي حتى ممكن هي تنافس فيه البشر أيضا. فممكن تكون هاي أحد الأشياء اللي ممكن الشركات هذه تقوم بعملية الاستثمار في هذا الموضوع، والله أعلم صراحة. يعني لا يزال الموضوع غامض بدرجة كبيرة أيضا فيما يتعلق أن ليش توفر لنا هالخدمات هذه بهالحجم هذا بالشكل الكبير. وممكن ايضا من ريع الاعلانات ومن ريع خلينا نقول يعني التسويق واشياء كثيره صراحه، هذا اللي في بالي. في البدايه شكر للاستاذ قاسم على هذه المحاضره القيمه، وبالفعل معلومات اضافيه. يعني يبدو ان احنا التواصل الاجتماعي الان يعني يضيف لنا معلومات جديده في اكثر من موضوع. والحقيقة السؤال يتعلق في مسألة اللي هو فرص العمل، يعني في نفس العنوان فرص العمل في عصر التواصل الاجتماعي. هل بالنسبة للشباب يعني الخريجين الجامعيين سواء كان من جامعة البحرين أو من الجامعات الأهلية الأخرى يعني ذات تخصصات مختلفة، هل بالإمكان الحصول على وظائف من خلال التواصل الاجتماعي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يعني نسبة البطالة معروفة في البحرين، يعني ما يعني ليس لدي أرقام حتى
أقول المعلومة بصحيح، يعني حتى وزارة العمل يمكن ما تعطينا الرقم الصحيح، لا نعرف الرقم وصل 10-15% كم أقل أزيد ما نعرف، لأن ما في رقم واضح يعني حقيقة. فكيف التعاطي معنا؟ لأن أنا أعتقد فهمت أن ممكن المشاريع يعني بما معناه من خلال مثلا الانستغرام حسب ما عرضته حسب ما نتابع، يعني الشباب المبدع اللي عندهم يعني في تخصصات معينة وهؤلاء قلة يستطيعون يعني توصيل إبداعاتهم وتتحول هذه الإبداعات إلى رزق، يعني ممكن من خلالها يحصل على مبالغ، يعني سواء كان في أعمال يدوية أو في أعمال بما فيها أو حتى مطاعم أو غيرها أو أي مشاريع ممكن هو الشاب يعني بإبداعاته يسويها. ولكن بالنسبة للتخصصات يعني اللي ذكرتها أولا يعني المختلفة سواء كان أكاونت ماركتينج وغيرها من اسمها التخصصات الأكاديمية بالنسبة للطلاب الجامعيين، هل هناك فرص؟ لأن الرقم بتزايد يعني، وأنا أتكلم من خلال يعني واقع عملي لأن أشتغل وأعرف في موقع HR ومسؤول التدريب وأعرف أن هناك العديد من يعني الباحثين عن العمل من قبل الجامعيين، فهل هالموضوع انحل؟ البحرينيين أيد يعني تواصلوا معنا، علي سبكار أعطانا أرقام بالنسبة للبحرينيين دخولهم في يعني مثلا قال المشاركين كأنه في الفيسبوك يمكن يوصلون 1,000,000 هذا الرقم، بس أريد بعض الإحصائيات حول هذا. شكرا. أنا عندي سؤال. اوكي سعدي، هو بالنسبه فيما يتعلق بحصول خلينا نقول الشاب على فرصه عمل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، هو المشكله فيه هني عندنا في البحرين تحدي، يعني تحدي من اي ناحيه؟ للاسف ان الجامعات مخرجات الجامعات خريجين الجامعات مخرجاتهم اكاديميه بالدرجه الاولى، يعني انت على سبيل المثال ممكن يكون عندك خريج مثلا تقنيه معلومات او خريج اداره او خريج فيما يتعلق بالمجالات المتخصصه من ماركتينج الى اخره، لما يجي الشخص صاحب العمل ويسوي مقابله شخصيه مع هذا يعني اللي يتقدم هذا الخريج اللي تقدم الى فرصه العمل في هذه الشركه، فبيجد في الدرجه الاولى بان هذا الطالب لديه الخبره الثيوريتيكال النظريه بالدرجه الاولى، بس لما تجي إلى أقول لك أوكي والله أنا بحطك مني في المكتب ويلا تعال اشتغل، بنعطيك شغل وبتشتغل، فيجد بأنه الخبرة العملية مش الخبرة العملية خلينا نقول المهارة العملية في تنفيذ السكيلز هني فيما يتعلق اللي قلته من ساعة مني الهارد سكيلز، الهارد سكيلز عنده صايرة إن هي خلينا نقول ليست تلك التي تلائم خلينا نقول طبيعة العمل اللي هو قدم إليه. ممكن أنه يكون هذا الطالب الخريج ممكن يكون معيد في الجامعة على سبيل المثال، لأن 4 سنوات قاعد يقرأ نص ويحفظه ويدش امتحان ويسوي assignments وتخرج الطالب بهالطريقة هذه، بس لما تجي إلى يعني الactual hands-on implementation لما تأتي إلى مكان العمل يرى صاحب العمل أن هذا الشخص أو هذا الخريج يعني مش قادر أنه يؤدي الشغلة بالطريقة هذه، فيصبح مني معيار التوظيف بالدرجة الأولى بالنسبة حق الخريج الجديد اللي هي المهارات الأساسية، والله هو عنده communication skill، هل هو مبلتع، هل يقدر أنه يسوق نفسه إلى صاحب العمل في المقابلة. طبعا هاي اللي أنا قلته هني طبعا في الايديال كيس يعني في الحالة المثالية، بس طبعا يعني لما تحكي هني على البحرين يعني تدخل في مسألة واسطة ومحسوبيات وكذا وإلى آخره فيما يتعلق بالشركات والقطاع الحكومي القطاع الخاص وحتى الحكومي أيضا، يعني والله هذا فلان كذا والله هذا فلان كذا والله محسوب كذا كذا، توصية هني في الموضوع، توصية حتى لو إن شاء الله ما عنده لهذه الدرجات ولا حتى التخصص المطلوب ممكن أنه يديش وحصل فرصة العمل هذه. بس لما نجي هني على المستوى خلنا نقول العام، يعني على المستوى خلنا نقول العادل، أوكي لا تزال جامعاتنا هني في البحرين تنقص خريجينها المهارة العملية المطلوبة. إذن فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعية، لو فرضا مثلا إن إحنا قلنا إن كنا في يعني جو عادل، ممكن الشركات بالفعل ممكن هي تحصل ناس خريجين عن طريق اللينكدين أو حتى غير اللينكدين، عن طريق الانستغرام أو غير الانستغرام ممكن هم منهم يتوظفون. فيما يتعلق هني بالنسبة مثل ما ذكرت بالنسبة حق المهارات، يعني لما سألت إنه والله في شباب عندهم مهارات معينة، والله واحد استطاع أنه يقوم ببيع منتجات معينة على الانستغرام، هذه للأسف
يعني هذه الأشياء طبعاً أولاً وأخيراً لا تدرس في الجامعات ولا تدرس حتى في المدارس أيضاً. يعني ممكن أنه يبدأ كهواية، ممكن أنه تعلمها يعني عن طريق العائلة، عن طريق أبوه، عن طريق خاله عمه كذا كذا إلى آخره، فإنه طورها وأصبحت يعني شيء ممكن أنه يسترزق منه بالدرجة الأولى. فمسألة التعاطي مع البطالة، النقطة اللي أنت ذكرتها هني أستاذي بالدرجة الأولى، يعني للأسف أستاذي الشهادة الجامعية يوما بعد يوم هني في البحرين وحتى في الخليج العربي أصبحت قيمتها تقل لأسباب عديدة. مسألة أن الشركات يعني طبيعة العمل فيها أوكي، الشهادة الأكاديمية نفسها ما أصبحت، وحتى على مستوى العالم يعني ما أصبحت لها ذيك القيمة الكبيرة. يعني حتى مدير الموارد البشرية في جوجل يقول إن إحنا حتى الشهادة الأكاديمية ما ننظر إليها، إحنا ننظر للمهارات. تقدر تسوي الشغل نوظفك، ما تقدر تسوي الشغل سوري، يعني لو إن شاء الله عندك دكتوراه بعد، إحنا ما نخص هني في الموضوع. الأمور الثيوري ما الثيوري، المفروض يصير كذي، المفروض يصير كذاك، وأنت قريت كم من كتاب وتعرف عن الطبيعة والكون والكذا هاي يقول لك لا، هاي مو من صوبنا بالدرجة الأولى. يعني فيعني أصبحت الحين المهارات الهاندز أون سكيلز بالدرجة الأولى هي المطلوبة. فبالنسبة حق مسألة التعاطي مع البطالة، أصبح أن الشاب يجب أنه يركز حتى في وقت دراسة الأكاديمية وحتى فيه في الجامعة على المهارات يعني التقنية، يعني التكنيكال سكيلز. بالنسبة حق الإحصائيات هنا في البحرين، أنا ما أستبعد كلام علي سبكار، يعني ممكن يكون في مليون حساب، بس ممكن يكون في شخص ممكن يكون عنده أكثر من حساب على سبيل المثال. وطبعا لا تنسى مسألة أنه والله ممكن يكون في عندك العمالة الأجنبية والأشخاص وغيره كذا، يعني عنده أكثر من حساب، يكون مثلا لا والله يكون في حساب أنه فتح في البحرين بس أنه يمكن صاحب الحساب انتقل بعدها إلى الخارج مثلا، يعني واحد كذا إلى آخره، هاجر أو ما هاجر، هو أوريدي أجنبي. فهو أنا ما أستبعد الكلام هذا فيما يتعلق بإحصائيات البحرين. مساء النور. يعطيك العافية أستاذ على المعلومات القيمة. السؤال المهم اللي يبدو لي شاركوني فيه الجميع، مدى السرية في هذا الواتساب الآن الواتساب احنا مثل ما نقول ننشر غسيلنا عليه، هل على سبيل المثال أجهزة الدولة تدخل في هذا، عندها تقدر تدخل على الواتساب ويانا، هل او الفيسبوك او مثلا زين؟ والان وخصوصا ان احنا شفنا مع يعني ملايين المجلدات اللي جوجل كان بثتها قبل فتره عن وزاره الدفاع الامريكيه، فاذا هي توصل لهناك ما توصل لنا احنا؟ هذا السؤال. شكرا. تشكر أستاذ على السؤال، وأنت جبت زين جبته يعني في محل السؤال هذا. يعني كإجابة مختصرة جدا على سؤالك هني، بأنه لا يوجد أي نوع من الخصوصية فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام. يعني طبعا هنا مسألة إن أجهزة الدولة أو غير أجهزة الدولة، يمكن ربما أجهزة الدولة لا تستطيع الولوج بشكل مباشر على حساب الواتساب مثلا، يعني مو أنه لا يتم اختراق الواتساب بمعنى الواتساب، بس لربما أجهزة الدولة قد تتمكن من اختراق الجهاز اللي عليه مسجات الواتساب. فهو لربما الواتساب نفسه كواتساب ممكن أنه يكون في درجة الأمن فيه جدا عالية، بس مسألة أن المعلومات خلينا نقول مخزنة على الهاتف، إذا استطاع شخص أنه يخترق الهاتف نفسه يعني ممكن أنه يدخل على المسجات. يعني على سبيل المثال عندك الباب الرئيسي للبيت، على سبيل المثال البوابة الرئيسية للبيت حديد وفيها 6 قفول، وصاير أنه يعني لو إن شاء الله تجيب يعني مطرقة وتحاول أنك تكسر الباب ما بتقدر تكسر الباب، بس ممكن يكون في عندك أنت دريشة شوية مو مكفولة في البيت هذا نفسه، فبدل ما يدش من الباب يدش لك من الدريشة على سبيل المثال. فهو في أكثر من طريقة على أساس أنه يتم الولوج واختراق الحسابات فيما يتعلق بالواتساب هذا نفسه. بس يعني بالنسبة حق مسألة السرية، خلينا نقول اللي لوحط خلينا نقول في أجهزة الاستخبارات العربية بشكل عام، يعني هم لا يعمدون إلى الاختراق التقني. يعني بالنسبة للاختراق التقني مكلف، على مسألة أنهم سوف يستعينون بخبرات ممكن تكون أجنبية، ممكن يتكلف كثير من المال كذا إلى آخر، بس هم يعتمدون بالدرجة الأولى على الموارد البشرية. طبعا الواتساب طبعا انت ما راح تحتفظ برسالة الواتساب لنفسك، انت راح تطرشها على جروب، ممكن يكون لا ممكن يكون شخص معين في الجروب هو اللي قام بتسريب الرسالة هذه. فهو مسألة انك كاختراق بمعنى كاختراق
الجهاز أو الاختراق التقني قد لا يكون وارد بشكل أكبر من بالنسبة حق العامل البشري. وبالنسبة خلنا نقول حق والأمر نفسه ينطبق حتى بعد على ويكيليكس، يعني ويكيليكس على سبيل المثال كان لم يكن اختراق تقني وإنما كان اختراق بشري، شخص قام بتسريب المعلومات هذه من البنتاغون ومن وكالة الأمن القومي الأمريكية. فالعامل البشري هنا صاير أخطر من العامل التقني. شكرا أستاذ قاسم على يعني المحاضرة، ولأن كانت موجزة ولكن مركزة جدا وحجم كبير المعلومات في وقت قليل. من أنت تفضلت وقلت في 12 سجل تجاري الآن اللي متاح التسجيل فيهم، معنى هالكلام أنه معناها 12 نشاط اقتصادي في الحيز، هل هو هكذا؟ إذا ما هي هذه الأنشطة الـ 12 عشان اللي يعني مهتم عمليا يقدر يعرف مباشرة؟ أيوة. وكيف آلية التسجيل حولك؟ السؤال الثاني يمكن مو مباشر يعني في الموضوع لكن مربوط به، ويا الوقت الآن هاي راح يزيد يعني نشاط الأنشطة الاقتصادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الاقتصاد الوطني نفسه هي راح تأخذ حيز معين. زين، إحصائيا هل ينظر إليها حسب معلوماتك؟ يعني أنا ما عندي معلومات هذه، يعني ستبقى لفترة طويلة من ضمن اقتصاد الظل اللي إحصائيا مو مرصودة مثلا حجمها في الناتج الإجمالي المحلي، مثلا تطور حصتها في الناتج مثلا من سنة لسنة، هل يعني بدأ رصد لهذا أو أنه يعني موضوع في الحسبان أنه يصير؟ شكرا. أول شيء أستاذي بالنسبة حق السجلات الافتراضية، شلون السجلات الافتراضية الـ 12 المتوقع أنه يتم فتحها؟ أنا حاولت أبحث عن جوجل وعن طريق الصحف وعن طريق المنشورات المحلية هني، يعني الوزارة نفسها كان في عندها نوع من التكتم فيما يتعلق بكافة الأنشطة التجارية اللي راح يتم يعني خلينا نقول السماح بفتحها بشكل افتراضي، بس هي ليست محدودة في ما يتعلق فقط بالاستشارات، قطاع الاستشارات وقطاع خلينا نقول من الأعمال اللي هو يسمونه مايكرو بيزنسز، يعني الأعمال الصغيرة جدا التي خلينا نقول المنتجات اليدوية مثلا حرفية كذا إلى آخره، المنسوجات، الخياطة، الأمور هذه كلها، بس إن هي ما تكون بذاك الحجم الكبير اللي ما أنت بحاجة إلى موظفين فيها، وأنت مو محتاج فيها إلى خلينا نقول رأس مال كبير بالدرجة الأولى. يعني حتى مسألة إنك تطلع فيزا على سبيل المثال على السجلات الافتراضية هذه ما في، أنت مجرد هو المتوقع فيها هني إن عندك أنت يعني عمالة بحرينية محدودة جدا أو أنت تكون لحالك أنت قاعد تشتغل فيها. فأعتقد راح يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في شهر مايو، في آخر شهر مايو إن شاء الله راح تقوم الوزارة بالإعلان عن السجلات الافتراضية وفتح باب التسجيل بشكل إلكتروني أيضا للسجلات الافتراضية هذه. بس هو في الوسائل في الصحافة المحلية ذكروا أنه عددها 12، بس شنو هي بالضبط لم يذكروا الكثير عن التفاصيل عنها. بالنسبة حق الرصد إلى حجم الأعمال هذه التي يتم تأديتها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية، يعني أنا بعد سمعت معلومة قبل حوالي 3 سنوات، يعني مش مؤخرا، عن شخص يعمل في خلينا نقول مقرب إلى مسألة ال مش يسمونه يا ربي، بالنسبة حق أعتقد في وزارة والله ما ذكر بالضبط، بس هو شخص يعمل في الحكومة قالها قبل 3 سنوات، قالوا إن البحرين قبل 3 سنوات مش مؤخرا، يعني إن البحرين يعني على وشك القيام أو أنها تجهز من أجل إطلاق نظام ضرائبي قبل 3 سنوات، قبل ما طيح أسعار النفط وقبل مسألة خلينا نقول يعني ظهور داعش وحرب اليمن والأمور الجيوسياسية اللي حاصلة حاليا. يعني هي الحكومة كان عندها فكرة فرض ضريبة اقتصادية منذ فترة طويلة على مسألة أنه والله أوكي البترول قاعد ينضب، مش مسألة أن أسعار البترول قاعد تطيح، بس أن كمية البترول في الأرض قاعد تنضب، وفي توجه دولي على أساس أن دول الخليج العربي أن هي يعني لا تقدم ذاك المستوى من الرفاهية إلى مواطنيها مثل ما كانت تسوي أول، ما تكون دول الخليج العربي يعني دول ريعية مثل ما هي يعني إلى فترة وجيزة صايرة، وإنما لا، يجب أن تكون مشاركة في الاقتصاد العالمي ويتم فرض ضرائب. فأعتقد أن خطوة فتح السجلات الافتراضية هذه
جاءت لهدفين رئيسيين. الهدف الأول من أجل تقليل نسبة البطالة المعلنة في خلينا نقول في الـ في الـ في الأمم المتحدة وفي في البنك الدولي وإلى آخره من من الـ من الـ من الأجهزة العالمية فيما يتعلق باقتصاد الدول إلى آخره. على أساس أن يقولك والله نسبة البطالة في البحرين والله لا، أكو هذول اللي تقول عنهم يعني ما عندهم عمل، أكو عندهم سجلات تجارية قاعدين هم أصحاب أعمال حرة يعني، فالحين خلاص نشطبهم من قوام البطالة وإن إحنا ما تمشي إليهم علاوة البطالة أو خلينا نقول مني يعني خلينا نقول المصروفات الاقتصادية إلى المواطنين العاطلين عن العمل من جهة، ومن جهة ثانية من أجل مستقبلا أوكي أنت الحين فتحت لك سجل افتراضي، الحين صار أنت يعني يفترض أن يكون عندك أنت مدخول اقتصادي، والله تعال راونك وشوفاتك المالية، والله عندك سجل أنت بعد لازم تقول لنا كذا أنت أجر تدخل وأجر أنت إلى آخره إلى آخره، لا لازم يتم عن طريق الحساب البنكي، ويعني أنت مني يجب الإفصاح مني عندك هنا عن مدخولك. فلهذا السبب يعني ممكن يقول احنا السجلات الافتراضية جاءت على اساس انه يعني يتبين والله اقتصاد البلد بخير وممكن نفرض ضرائب على المواطنين عن طريقها. هاي اللي بغيت تسأل عن استاذي ولا بعد كان في شيء في بالك مني؟ العفو استاذ. شكرا على هاي النظر والتعقيبات القيمة. يعني كان عندي سؤال انت تقريبا اجبت عليه اللي هو عن السجلات الافتراضية، هل البحرين هي الوحيدة اللي راح تنفرد برسوم على هذه السجلات الافتراضية؟ هذه واحد. الشيء الثاني، هل وقعت عمليات نصب مظلة التجارة الانستغرام؟ وايضا هناك تجارب ناجحة في عمليات استثمار الانستغرام من جانب شباب بحرينيين وتم استعراض هذه التجارب، إلى أي مدى بتاخذ هذه التجارة مداها؟ هل ذاك المستقبل؟ هل تنظيم التجارة السجلات الافتراضية هل هو فقط مجرد رسوم أم تنظيم لهذه التجارة؟ شكرا. اوكي، بالنسبه حق النقطه الاولى فيما يتعلق بهل البحرين راح تكون منفرده فيما يتعلق بالرسوم، يعني طوال خلينا نقول السنوات عشرات السنوات الماضيه البحرين هي صارت بقعه التجارب في الخليج العربي، يعني في حال الرغبه بفرض اي شيء يعني خلينا نقول اي نظام معين او اي سيستم معين او حتى فيما يتعلق ب يعني نشاط معين يتم دائما استخدام البحرين على اساس انها تكون حقل تجارب. اذا نجح في البحرين يتم تطبيقه على باقي دول الخليج العربي. يعني ممكن يقول احد الاشياء مني على سبيل المثال، احنا بدينا ان الاجازه تكون جمعه والسبت، فبعدها شفنا المملكه العربيه السعوديه لا بعدها بفتره ان هي بعد سوت الاجازه مثلا مني جمعه والسبت. مسألة أن هنا الرسوم هذه طبعا راح تطبق في أي دولة تقوم بوضع أو فتح السجلات الافتراضية على أساس أنها تقدم خدمات حكومية من الطرف الآخر. يعني أنت لما تحصل مني سجل تجاري وصار عندك أنت مشكلة ما بين خلينا نقول البائع والمشتري، فيحق لأي من الطرفين الاختصام خلينا نقول في المحكمة أو في الوزارة أو كذا إلى آخره، والله والله هذا البائع وعدني بالبضاعة الفلانية أو بالخدمة الفلانية بس هو ما أداها لي، والله لا هذا الزبون ما دفع الفلوس إلي، فممكن أنه يتم عملية التقاضي مسألة أن اللجوء إلى المسألة إلى يعني خلينا نقول الوزارة إلى آخره إلى آخره. بالنسبة حق النصب هني صائرة أن إلى درجة معينة معظم الأشخاص اللي يفتحون لهم حسابات في الإنستغرام يعني صايرين أنهم إلى درجة معينة يريدون النجاح على أساس أنهم يقومون بخلق نوع من الثقة ما بينهم وما بين المستخدمين الآخرين في أو خلينا نقول المشترين المحتملين في الإنستغرام. فلأن الإنستغرام صاير وسط محايد، يعني ممكن على سبيل المثال واحد خلينا نقول مني ما أدى لي الخدمة لأنا كنت أرجوها منه، أعطيت الفلوس ودفعت له الفلوس وكذا إلى آخره، بس أنه صاحبنا غشانا. أنا ممكن عن طريق الإنستغرام أيضا في الصفحة مالته أنه ممكن أنا أقوم أحط عليه، ممكن أكتب عنه ريفيو سيء، كومنت تعليق عنه سيء، بحيث أن كل الأشخاص اللي يدخلون على صفحته ممكن أنه يشوفونه. يعني المسألة لا تتعلق هنا بمسألة الحذف ومسألة خلينا نقول إنه والله والله ما عجبني هالتعليق هذا ممكن أحذفه ببساطة، لا ما يتم هذا الموضوع. وفي مسألة الريفيو ممكن أعطيه 5 نجوم على الخدمة اللي هو قدمها لي، ممكن لا أن أعطيه نجمة واحدة مني على سبيل المثال. فلما أنا أجي الأشخاص اللي يقدمون أو الحسابات التي تقدم خدمة معينة
واشوف والله هذا لا والله هذا محصل 4.5 لا والله هذا محصل بس 3 نجوم مثلا او والله هذا صح انه اغلى من ذاك بس ذاك ابو 4.5 يستاهل ناخذ خدماته واشتري منتجاته من عنده هني. فصاير اني الشخص صاحب حساب الانستغرام مني بعد يخاف انه يبغى يكون نفسه وياسس نفسه. طبعا في اشخاص لا والله يعني بس انه يقوم بعقد صفقه معينه ويشيل عليه بس انه يختفي هذا الحساب بعد فتره معينه. غير الحسابات اللي اشوفها لا والله صار لها 2-3 سنوات 4 سنوات فاتحه والريتنج مالها لا والله 4 نجوم 4.5 نجوم والله هاي لا شكلها يخش حساب ممكن اتعامل وياه بكل اريحيه. بالنسبه حق المستقبل التجاره عن طريق الانستغرام، كثير من الاشخاص اللي يفتحون لهم حسابات على الانستغرام من اجل التجاره وتقديم الخدمات هم يريدون الانتقال في المستقبل الى انهم ممكن يفتح له مؤسسه، يكون عنده مثلا مكتب او يكون عنده محل يجيب البضاعه مثلا فيها، انه يقوم ببيع البضاعه في المحل هذا على اساس انه يعطي صوره اكبر. ممكن انه في الانستغرام يضطر انه يبيع ارخص من المحلات التجاريه، بس لما يفتح له محل تجاريه فيه عنده خلينا نقول مني اللي يعني السبب انه يرفع قيمه المنتج اللي هو يقوم يبيعه حتى لو اشتراه هو مثلا بنفس السعر او انه ينتجه بنفس السعر هنيها. ولا هو يبغى في المستقبل تكون عنده مثلا شركه في شراكه، يكون عنده اشخاص انفسترز مستثمرين يدخل بعد عنده شركة. لا هو في المستقبل يبغى أن يكون عنده فرانشايز بعد مثلا على سبيل المثال، بحيث أنه يقوم بنشر خدماته ونشر منتجاته بعد مو بس في البحرين، لا في البحرين والسعودية والإمارات ومصر وحتى أنه ممكن يوصل إلى لندن. وأنا بعد بشكل شخصي أعرف قصة أحد زملائي في الجامعة أيضا، يعني على الرغم أنه حتى لم يكمل بعد شهادة البكالوريوس، يعني حتى أتذكر أنه يعني لم يقم ب يعني ما حصل حتى إفادة التخرج من الجامعة لأنه ما أنهى المواد عليه كله، بس ما شاء الله يعني عليه الحين هو عنده فرانشايز وفاتح ليه بعد فرع لتجارته أو فرع إلى خدماته في لندن، وقبلها شرم الشيخ، وقبلها في دبي، وقبلها بعد في السعودية أيضا. يعني فهو مني هو شخص يعتبر أنه شخص ناجح على الرغم أنه حتى ما عنده شهادة جامعية أصلا هني في الموضوع. وهذا الشخص تحكي عنه يمكن رحتون لمحل وشربتون عنده شاي اللي هو تي كلب اللي في جزر أمواج اللي موجود في اللاجون في جزر أمواج. شكرا أخوي قاسم على هذه المحاضرة الوجيزة والجميلة. ما قالوا الإخوان عندي 4 أسئلة صغيرة كلها ومرتبطة بعضها ببعض. أولا فيما يتعلق بالسرية وعلاقة يعني أدوات التواصل الاجتماعي بالاستخباراتية والمخابراتية وخاصة الأمريكية، خلينا نقول من المعروف أن يعني هذا التطور كان أساسا اختراع ومن الابتكار في الجيش الأمريكي، يعني بدأ في الويكيتيكي هادلين وصار تطور وبعدين صار تنزيل تجاري من خلال رجل المخابرات الأمريكية بول جيتس. طبعا معروف أن بول جيتس الفكرة الأساسية كبرمجة باقها من صديق دراسته وابتكر باسمه ووقفوا المخابرات الأمريكية معه وعطوا كثير من التسهيلات وصار أكبر غني في العالم رقم واحد اليوم. هذا رقم واحد بالنسبة للعلاقة هذه إلى هذه يمكن إيش اسمه مدخل. يعني رقم 2، إلى متى بتقديرك بالظل بعد مرتبط بالسؤال الأول بالظل الاحتكار المركزي الأمريكي للهيمنة والبرامج والآخري، هل تعتقد أن بي يوم أن كل بلد يصير عنده نوع من اللي يعني تخرج من الهيمنة الأمريكية، يعني مثل خلينا نقول هيمنة الدولار اليوم نفس الظاهرة تقريبا، يعني هل في تصور عندك معين؟ رقم 3، عندي من المعروف أن تطلع إعلانات في الشاشات وحتى في الإيميل وفي الوسائل كلها إنه والله أنت تقدر تشتغل من بيتك 2 ساعة في اليوم بتحصل ما أدري كم 1000 ما أدري في اليوم ولا في الشهر، فأنا ما جربت، بس هذه شنو المجالات تقريبا اللي يشتغلون فيه اللي ممكن شخص يقعد في بيته يشتغل في اليوم 2 ساعة ويحصل هالمبلغ، يعني هل كل شخص ممكن يسوي؟ السؤال الأخير هو سؤال سيكولوجي اجتماعي،
مسألة الإدمان، يعني إن مثل ما تفضلت أنت من الواحد يقعد سيدة طلع مجموعة قاعدين لكن ما في تواصل، يعني يعني هذا الموجود على أهميته، إلا أن الاختراب في العالم المعاصر زاد تركز، فبتقديرك هذا إلى أين يعني يؤدي؟ وشكرا. تشكر أستاذي على أسئلتك صراحة، يعني صايرة أنه يعني تطرح كثير من الأشخاص يطرحون هذه الأسئلة، يعني أنه إلى أين يؤدي، شنو مسألة بالنسبة لك علاقات الاستخبارات الأمريكية، مسألة أنه هل راح تكون في بالفعل هيمنة مركزية الأمريكية هذه، هل راح أنه تظل إلى فترة طويلة أو لا، أنه في نوع من الاحتكار، كسر من الاحتكار في هذا الموضوع. أوكي، رقم واحد مسألة السرية مني، أنه لا أي شيء يوضع على الإنترنت خلاص، أنه يمكن لأشخاص كثيرين يعني الاطلاع عليه، ويمكن أنه يتم نشره على يعني على مدى واسع. فمسألة أن يعني الابتزاز ومسألة خلينا نقول الفضيحة والأمور هذه مني كلها بدأت تنتشر في الفترة الأخيرة، يعني ممكن حتى مثلا على سبيل المثال السناب شات على سبيل المثال، إلى فترة معينة كان يعتقد بأن السناب شات أنه من الصعب على المستلم أو على الشخص المتلقي أنه يقوم بإعادة تشغيل الفيديوهات اللي استلمها على السناب شات يعني على سبيل المثال، ولكن بمسألة تقنية بسيطة استطاع الكثيرين أنهم يقومون باسترداد الفيديوهات والصور التي يتم نشرها على السناب شات. وحتى في بعد فكرة يقولك لا والله صاحب السناب شات هذا ما هي إلا أداة ابتزازية كبيرة، أنه والله يجمع لها الصور وهالفيديوهات، وفي يوم من الأيام ممكن تحصل لك اتصال هاتفي غريب ويقولك لا والله أنت إذا يعني ما تعاونت ويانا ممكن هذاك الصورة اللي أنت صورتها وذاك الفيديو اللي سويته في السناب شات ترى ممكن إحنا ننشرها على نطاق واسع مني هامني، فيربطونك ويشبكونك في الموضوع. والله أعلم، أنا بشكل شخصي ترى ما حبيت السناب شات من أول يوم سمعت عنه، يعني فأنا بس منزلنا بس شري شكل حتى ما أقوم أستعمل استعمال حقيقي هني في الموضوع. بالنسبة حق الاحتكار الأمريكي، يعني مثل حين صاير الحين في العالم فيما يتعلق بدول منظمة شنغهاي روسيا والصين النهيف، يعني خلينا نقول رأسا برأس مع الناتو والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يحاولون كسر هيمنة خلينا نقول القيود التي صنعها الدولار والبترودولار والأمور هذه كلها، أيضا تقوم هذه الدول بإنشاء شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. وعلى فكرة ترى شبكات التواصل الاجتماعية المستخدمة في الصين وفي روسيا ترى ليست نفسها اللي احنا قاعد نستعملها. ممكن اوكي الروس والصينيين ممكن انهم والله شافوا الفيسبوك وحابين انهم يشوفون شنو هالفيسبوك وش يسوي هالفيسبوك، والله الروس بعد نفس الطريقة، بس فيما يتعلق بالتفاعل ما بين الروس وبعضهم البعض والصينيين وبعضهم بعضهم عندهم شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم هني في الموضوع هذا، فهم أنفسهم حاسين الحكومات الروسية والصينية هني بالخطر الجاي من خلينا نقول وسائل التواصل الاجتماعي الغربية هني، فهم يحاولون أنهم يقومون بتأسيس شبكاتهم الاجتماعية الخاصة بهم على أساس أنهم بعد يعني الحكومات الروسية والصينية بعد تكون عندهم بعديات فيما يتعلق ب يعني مراقبة خلينا نقول الأنشطة أو مراقبة حتى ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي من طرفها هي، فهم مو محتاجين أنهم يدخلون على الفيسبوك ويطلبوا من الحكومة الأمريكية ومن الـ NSA ومن الـ CIA والله لا نبغى نعرف ذاك المواطن الروسي أو هالمواطن الصيني وش سوى، لا إحنا أوردي عندنا كل شيء تحت إيدنا بالدرجة الأولى والأخيرة. بس فيما يتعلق بكسر الاحتكار المركزي الأمريكي فيما يتعلق بالتكنولوجيا بشكل عام، ترى هو يمكن إحنا ننظر إليه من ناحية حكومية، إن مسألة إن والله يعني الحكومة الأمريكية أو الحكومة البريطانية أو كذا، بس هي المسألة اقتصادية بالدرجة الأولى، يعني إذا في يوم من الأيام صار إن المردود الاقتصادي فيما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعية الفيسبوك كذا إلى آخره ما قاعد يعطي المردود المطلوب، يعني مسألة نمو هالشبكات الاقتصادية راح يقل أيضا هني بعد بالدرجة الأولى. إذا صار في نوع من الضخ الاقتصادي من قبل أفراد ومن قبل حكومات أخرى غير الحكومات الغربية في التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، فإذا ممكن هو يتم كسر هذا الاحتكار، يعني هي مو مسألة صعبة يعني جدا، هي مسألة اقتصادية يعني تاكسونومي بالدرجة الأولى والأخيرة. في مسألة الإعلانات العمل في المنزل، هو يتم وعد الشخص بأموال كثيرة، ممكن تحصل لك $2,000 واشتغل لك ساعتين بس في اليوم وشهريا كذا إلى آخره، في النهاية قد تتفاجأ أن هذه $2,000 قد تكون على سبيل المثال ممكن تكون $200، ممكن تكون $20 مني في الموضوع، بس كمية العمل اللي الشخص يحصلها
على أساس أنه يقوم بالإنتاج وعلى أساس أنه يحصل المردود المالي تكون أقل، تكون كبيرة جدا في مقابل المردود المادي. يعني معظم الأعمال هذه تتركز في مسألة يقول لك أوكي والله في عندنا الصور هذه، والله صورة معينة، خلينا نقول سكان من كتاب على سبيل المثال، عندك أنت 100 صفحة في كتاب، أنه والله تعالوا تيبها مني على سبيل المثال، أو لا أنت استلم اللي تيبها شخص معين وتعال تأكد أنه أوكي أنه ما في أغلاط إملائية أو أنه فوت الريفيجن ومسألة التايبينج والداتا. هي تتركز بالدرجة الأولى على الداتا إنبوت والداتا كوليكشن والداتا إنتري. يعني ف يعني ممكن يعاونك بمبلغ مالي كبير بس ممكن تتحصل أقل، بس هل هي مسألة أنه والله هي فرود، هل هي نصب واحتيال؟ يعني مقارنة بالمدخول المادي ممكن هي تكون، وهذه متركزة أكثر شيء في الدول الأوروبية وفي أمريكا على مسألة أن يعني عملية الدفع مني للشخص اللي قام بالعمل تكون أسهل بكثير من خلينا نقول الأشخاص اللي يعني موجودين في هذا الجزء من العالم. فيما يتعلق بالإدمان، هو الإدمان يعني هو شيء تقوم شبكات التواصل الاجتماعية أو أشخاص اللي قاموا بصنع شبكات التواصل الاجتماعية بصنعه على أساس أن الشخص اللي يقوم بالإدمان على وسيلة التواصل الاجتماعي الفيسبوك أو التويتر أو الإنستغرام يكون تركيزه الذهني بأكمله في وسيلة التواصل الاجتماعية هذه، فيعني لأنه يقضي معظم وقته في وسيلة التواصل الاجتماعية هذه وتركيزه بعد في وسيلة التواصل الاجتماعية هذه، فقدرته على تصديق أي شيء يأتي من وسيلة التواصل الاجتماعية هذه تكون أكبر. فهي العملية ممكن نقول أنه متعمدة من أجل عملية خلينا نقول غسل أدمغة وحرف توجهات، والله إنه أوكي أبغى الشخص يؤمن على سبيل المثال بأن يعني على سبيل المثال مني بأن بشار الأسد مثلا على سبيل المثال والله بشار الأسد يقوم بقتل الشعب السوري، أو مثلا معمر القذافي والله إنه جزار، والله مسألة إنه كذا وأمريكا على حق والغرب على حق والأمور هذه هني كلها. فيعني هذا جزء من اللي يعني أحد الأغراض فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعية. يعني على سبيل المثال يعني كثير منا عندنا أصدقاء كثيرين في الفيسبوك، بس إيش معنى توصل أخبار في الفيسبوك من الأشخاص المعينين ذيلا؟ أنا على سبيل المثال عندي أكثر من 500 صديق على الفيسبوك، فتوصلني خلنا نقول أخبار وبوستات ومنشورات يعني تقريبا 10 إلى 20 شخص أو بحد أقصى 30 شخص. إنزين بالنسبة حق ال 470 شخص الباقين، يعني معقولة ما قاعدين يحطون شيء؟ يعني ما قاعدين يسوون بوست حق شيء معين؟ فلما أروح أراجع حساباتهم الجماعة ذيلا قاعدين يسوون بوستين، قاعدين إنهم يحطون صور وحطون مقالات بس ما قاعدة توصلني. إنزين إيش معنى الفيسبوك اختار لي هالأشخاص ذيلا وهالبوستات ذيلا بالذات وفضلها عن الأشخاص ال 470 الباقية؟ ففيها عملية خلينا نقول مني نوع من السوشيال إنجينيرينج، الهندسة الاجتماعية، عن طريق الذكاء الافتراضي الذكاء الاصطناعي الموجود في قلب برنامج الفيسبوك اللي يختار لا والله قاسم الراوي الفرند الفلاني والبوست الفلاني والكونتريبيوشن الفلاني هذا. فهي مسألة الإدمان على أساس أنك أنت تقوم باستيعاب الأفكار هذه وأنك تدخل تصدق بعدين كل ما يقوله فلان أو فلتان، بس لا أنت تبعد عن فلان وتبعد عن فلتان وما توصلك أخبار الشخص الآخر. بس هذا هو كله. شكرا. أنا باللغة الدارجة أقول إن هذه مقصصة، يعني الناس الشعوب أو بالأحرى شعب البحرين يعني فكروا إن التواصل الاجتماعي إن يستفيدوا منه لإحراج السلطة بعض الأشياء، بس هي السلطة هي المستفيدة أكثر من الشعب. هي السلطة قاعدة تمرر من خلال التواصل الاجتماعي دعاياتها إلى شو اسمه وتمشيها على الناس. يعني من ناحية السجلات اللي جت فترة وقالوا بلاش راحت الناس تركض وما أدري شلون وصار هبة يعني، والقصد منها هو تسكيت الناس والله أنت تشتغل إذا راح يعني طالب عمل قال عندك سجل تجاري وش يقدر يقول بعد الحين؟ نفس هاي السجلات الافتراضية اللي من تدار من البيوت ومن جسمه غير نفس الشيء. هذه هم يعني في أزمة اقتصادية ويبغون يعني يخرجون منها على هالطريق هذا، يعني تسكيت الناس عن هالطرق هذه والناس ما تدرك وش يصير. يعني هذا نفس الميثاق، نفس الميثاق الناس راحوا يركضون وفخ نصب للناس. يعني الحكومة ما تشتغل يعني تقوم بشيء اعتباطي أو عبثي.
ما تقوم بشيء اللي هي لصالحها، حتى من ناحيه يعني التقنيه هذه التواصل الاجتماعي اسم الفيسبوك والغير ما هذا، هي الحكومه مستفيده اكثر من الناس مستفيده، تثبت دعاياتها على هالطريق هذه، السجلات وناس تحبوا جسمه ولا كل يوم غير هذا الحين بعد غير هاي السجلات الافتراضيه بعد بيخلقون شيء غير بعد عشان يعني شوي شوي نوع ما يعني تقدير الناس تسكت الناس بدون ما يحلون الازمه الاقتصاديه اللي في البلد. شكرا. نشكر الاستاذ قاسم على المحاضره الثريه، ونذكر اعضاء المنبر بلقاء داخلي يوم الثلاثاء الساعه 8 مساء. شكرا.